هذا ما خلفته موجات الحر المتتالية على الصين، فقد تحول اللون الأخضر إلى الأصفر وتغير مظهر الحقول. موجة الحر الغير المسبوقة تسببت في زحف الجفاف الذي بات يسيطر على أكثر من نصف أراضي الصين الشاسعة، من جبال تيبت المغطاة عادة بالثلوج وحتى السواحل الشرقية للبلاد. وأمام هذا الوضع المقلق، وزارة الزراعة الصينية ذكرت أن السلطات ستحاول زيادة هطول الأمطار عن طريق الاستمطار بالمواد الكيميائية ورش المحاصيل بعامل الاحتفاظ بالمياه للحد من التبخر. وفي السياق ذاته، قررت الحكومة الصينية صرف 10 مليارات يوان، أي أزيد من مليار يورو، لدعم المزارعين في مواجهة الجفاف وضمان محصول الأرز في الخريف.